There. يلا السلام عليكم خوتي خواتاتي متتبعين قناة أراضي وعقارات عبدو. اليوم غنشارك معكم قطعة أرضية لمساحة ديالها 7 ديال الخدامة، يعني 7000 متر مربع. أرض ديالنا جات مباشرة على القدرون، كتواجد في قبيلة سيدي عبد الرزاق. أرض رملية فيها 240 شجرة ديال الزيتون، فيها سكن اللي هو احنا الفوق ديالو كنصورو لكم اليوم من السطح. عندنا 240 شجرة ديال الزيتون وبعض الأغراس أخرى مثل الحامض والليمون وعدة أشجار أخرى. أرض ديالنا فيها البير ما كيبعدش على 25 متر، فيها كراج وفيها كوري مبني أحدث طراز كيتسع 35 بقرة أو ثور. أو قلنا الأرض ديالنا 7000
متر مربع تيتر فرنسي محافظة مباشرة على القدرون. عفوا، أرض مسيجة بالكامل وجات مباشرة على القدرون، والثمانية المتتبعين كيطلب فيها مولها 150 مليون، قابلة للنقاش وقابلة للتفاوض. والأرض ديالنا يا المتتبعين قلنا 240 شجرة كتعطي الغلة كل سنة، والكوري مبني أحدث الطراز، وكذلك المنزل فيه 4 البيوت وكوزينة وحمام وكراج. تابعونا حتى تشوفوا معنا هاد 7 ديال الخدامة إن شاء الله. إن الثمن هو 150 مليون، قابل للنقاش وقابل للتفاوض. أجيو معايا نوريكم الأرض. الأرض هي هادي، 240 شجرة ديال الزيتون هي هادي اللي أمامكم. وبلا شك كتسمعوا الحديد، هو كيدوز من أمام المنزل مباشرة. وجات واحد المكان هادئ وجميل، وكل شيء هنا تيتري، لا الكوري ولا المنزل. والركيز ديال الضوها هما راه فيها، والاغراس اللي قلت لكم عليهم هما هادو، هما اشجار الحامض، الزيمون، الكرموس، وعده مغروسات اخرى. الاشجار ديالنا والارض ديالنا راها مجهزه بالكوتا كوت. والبير الماء ما كيبعدش غير على 25 متر، الماء قريب وكل شيء مجهز. وانتم اللي بغى هاد الارض هادي، ما عليه غير يتصل على قناه اراضي وعقارات عبدو، وغادي يلقى الرقم اسفل الشاشه. كوري هو هذا، غنهبطو نوريه لكم. والمكان لتربيض الأبقار هو هذا، على هذا الشكل هذا مجهز. مطل كذلك على الضيعة. تقريبا كيتسع 35 بقرة. غنمشيو نشوفو البير. المنزل ديالنا هو هذا، الواجهة ديالو. بعض أشجار الليمون أزير، يعني أرضها مجهزة بالكامل. وهذا هو البير، العمق ديالو ما كيتعداش 25 متر تقريبا. الأرض مجهزة بجميع وسائل التنقيط، الجوتا جوت. ثم اللي بغى هاد الارض هادي، ما عليه غير يتصل على قناه اراضي وعقارات عبدو، وغادي يلقى الرقم اسفل الشاشه.
الله تخيرات هذا الإضافة. الأرض ديال المتتبعين راه حنا قلنا جات مباشرة على الكودرون، ها الكودرون أمامكم مباشرة، وريهم الكودرون، الباب، ها الكودرون هو هذا، الطريق اللي كدي اثنين خزازنا هي هادي، الكيس ديال الضو، وكذلك كدي خميسة اعتيادين. ومدينة الخميسات الباب الرئيسي هو هذا. وانتم اللي بغى هاد الارض هادي ما عليه غير يتصل على قناة اراضي وعقارات عبدو، وغادي يلقى الرقم اسفل الشاشة.